وتدخلها ملكة النور إلى الحياة وتتكئ في حفظ أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. وبرحمتك عزي الذين خلفتهم وأهل بيتها، ألهمهم صبرا واعوضهم أجرا صالحا سمائيا بشفاعة سيدتنا القديسة مريم وجميع أصحاب الصلوات والمقدسين. فتكن رحمتك ومعاناتك مع شعبك، أعطهم خلودا وثبتنا بإيمانك القدسي. كن ناصرا لنا نحن المؤمنين. نسأل لك يا رب المسيح الأهل مع أبيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصت. يا جماعه بلاش تصوير بقى.